السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط، وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء. نظرا للظروف اللي يمر بها بلدنا العزيز وانقطاعنا عن الدوام وعن المدرسة وفترة تمديد العطلة، لذلك قررنا أن يكون التعليم على منصة التعليم الإلكتروني اللي راح نسميها، راح نعطيكم المحاضرات، نصور المحاضرات ونرفعها وترفعها إن شاء الله المدرسة أو قناة على قناة اليوتيوب. طلابنا طلاب الصف الثالث المتوسط اللي يريد منكم، أنا راح أعرض لكم الكتاب على الداتا شو، أوكي، ونشرح الموضوع عندنا بالتفصيل ونأشر شنو الشغلات المهمة والأسئلة. فاللي أريد منكم تخلون الكتاب يمكم، أوكي، والدفتر حتى شنو أكتب هنا شنو الأشر على الصبورة تتواصلون وياي مباشرة، أوكي. فأنتوا طلاب صف ثالث متوسط وزاري، الأسئلة تجيكم من الوزارة، لا إحنا نخليها ولا غير شخص، الأسئلة تجيكم من الوزارة، ولا تخافون لا تخافون، وخلي بالك لا تأيس انه تشوف العطلة جاية تتمدد او شيء، لا تأيس ولا ابد لا تهتم الموضوع انه هاي السنة يلا راح تتأجل، هاي السنة هي خربانة، شلون نقول احنا بالعامية، لا احنا ما نقول هيك، احنا لازم نتعلم، اوكي، حتى شنو نسوي لنا اساس ونمهد لمرحلة الاعدادية ان شاء الله، وتوصلون بأعلى المراتب ان شاء الله احسن الجامعات والكليات. فاللي يريد منكم طلابنا لازم تقرون وياي اول باول، اوكي. نبلش انا وياكم بالمحاضرة الاولى من الفصل السادس، عنوان الفصل السادس هو الكهربائية والمغناطيسية. بالفصل الأول إذا تتذكرون أخذنا الكهربائية، والفصل الثاني المغناطيسية. هسه بهذا الفصل راح يربطنا بين الكهربائية والمغناطيسية، لازم إحنا شنو عندنا فد معلومات خلفية حلوة عن الفصل الأول الكهربائية والفصل الثاني المغناطيسية، حتى بهذا الفصل ما نتعبي. ليش قلت لكم أنا بالبداية ترى إحنا نسوي أساس، لأن عندنا فصول راح تربط، أوكي، نحتاجها بالفصول القديمة. فهذا الفصل السادس فصل سهل وحلو، ولا تخلي ببالك شيء صعب أبد، ماشي يعني. خلينا نبلش أنا وياكم بالفصل السادس اللي هو الكهربائية والمغناطيسية. زين، اجى العالم أورستد، هذه مقدمة، اجى العالم أورستد، أوكي، هذا أورستد. لاحظ العالم أورستد من خلال تجربة معينة انحراف أبرة مغناطيسية. الأبرة المغناطيسية اللي أخذناها بالفصل الثاني إذا تتذكرون، أوكي، الأبرة المغناطيسية اللي قلنا هي مغناطيس دائمي صغير يمكنه الدوران بحرية في مستوى أفقي حول محور شاقولي مدبب، واللي شوفت لكم إياه أنا هذه الأبرة المغناطيسية بالمختبر، أوكي. زين، لاحظ انحراف أبرة مغناطيسية موضوعة بجوار سلك عند انسياب تيار كهربائي مستمر فيه خلال هذا السلك، اوكي، يعني شلون نقول احنا قلنا لكم السلك يعني نسميه هذا الواير، اوكي. زين، فيه من خلال تجربة بسيطة اكتشف بعدها، اكتشف أورستد ان للتيار الكهربائي تأثير مغناطيسي. يعني اجى العالم أورستد سوانا دائرة كهربائية تحتوي على بطارية ومفتاح، اوكي، وسلك، وهذه الأبرة المغناطيسية. لاحظ مرور تيار كهربائي الناتج من البطارية، اوكي، يولد لي مجال مغناطيسي، اوكي. زي يقول هو اكتشف بعدها ان التيار الكهربائي تأثيرا مغناطيسيا، هو هذا اللي راح ندرسه، اوكي، وسندرس في هذا الفصل التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي المساب في موصل وبعض التطبيقات العملية على ذلك، اوكي. طلاب، اللي اكتشفه أورستد، اوكي، راح اكتب لكم هنا ما هو اكتشاف أورستد، ما هو اكتشاف وياي، هذا السؤال وزاري، ما هو اكتشاف أورستد، اوكي. شنو اكتشاف أورستد؟ مرور تيار كهربائي في موصل او في سلك، اوكي، شي يولد حوله، يولد حوله مجالا مغناطيسيا، اوكي.
فهذا مدخلنا للفصل السادس، اكتشاف أورستيد. شو اكتشف أورستيد؟ يابا مرور تيار كهربائي في موصل، هذا على سبيل المثال هذا موصل دا يمر به تيار كهربائي، شو يولد حوله؟ يولد حوله مجال مغناطيسي. اوكي، تيار كهربائي مستمر من جاي من البطارية. هذا هو اكتشاف أورستيد. خلينا نكمل انا وياكم. راح ناخذ هسه المجال هذا المغناطيسي للتيار الكهربائي. اوكي، عندنا نشاط رقم واحد هو تجربة أورستيد. هاي التجربة اللي سواها أورستيد. احنا مثل ما تعرفون كل تجربة طبعا لها ادوات نشاط ولها خطوات ومن ثم استنتاج، هذا الشيء ثابت. واذا عندنا بالتجربة رسم لازم احنا نرسم. زين، ادوات النشاط، ابرة مغناطيسية تستند على حامل مدب، هاي اول شيء. الشيء الثاني جابه سلك غليظ بطول 30 سنتيمتر. يعني شنو سلك غليظ؟ يعني هذا المساحة المقطع العرض مالته اللي تكون كبيرة، اوكي، والطول مالته 30 سنتيمتر. بطارية فولتيتها 1.5 فولت. هاي البطارية 1.5 فولت اللي اخذناها بالفصل الرابع، قلت لكم هاي البطارية الصغيرة اللي نستخدمها نخليها بالساعة بالريموت، شلون نقول احنا بالعيادة العامية نسميه باتري القلم، اوكي، هي هاي البطارية تعطيني 1.5 فولت. اسلاك توصيل، مفتاح كهربائي، هاي ادوات النشاط. خلينا نجي ناخذ شنو الخطوات اللي سواها. بالإضافة هذا الرسم اللي يبكم هم راح نشتغل شوية عليه. أول شيء نترك الأبرة المغناطيسية حرة، يعني حرة الحركة اللي تتجه بموازات خطوط المجال المغناطيسي الأرضي. هذا شوف هنا، هذا الأبرة المغناطيسية موضوعة على حامل مدبب، أوكي، زين، يعني حرة الحركة خليها براحتها. اثنين، نجعل السلك الغليظ فوق الأبرة المغناطيسية بحيث يكون موازيا لمحورها. هذا السلك الغليظ وين خلاه؟ خلاه فوق الأبرة المغناطيسية. زين، الخطوة الثالثة، هيك نسوي على شكل خطوات. الخطوة الثالثة، نربط طرفي السلك الغليظ بين قطبي بطارية وعبر مفتاح كهرباء. البطارية مو بها قطب موجب وسالب، اي، والسلك هذا بها ايضا طرفين، يعني طرف اوصله للبطارية والطرف الثاني لهذا السلك اوصله ايضا مثل واحد القطب الموجب واحد القطب وين السالب، اربطها حتى شنو يصير عندي دائرة كهربائية. شوفوا طلاب، هاي هنا عندي طرفين، اذا تشوفوا هذا باللون الاحمر للبطارية وذاك باللون الاسود، هذا الاحمر الموجب والاسود اللي احنا السلك هذا والواير نقول للقطب السالب، حتى ونوصلهن للبطارية حتى تكون دائرة كهربائية متكاملة. وبعد شنو عندي ايضا موجود عندي مفتاح كهربائي. شنو الغاية من مفتاح الكهربائي والغرض؟ احنا شلون نقول احنا الدقمة مال القضامة نطفي ويشغل، هذا هو الغرض من المفتاح الكهربائي اللي يفتح وغلق الدائرة الكهربائية. زين، الخطوة أربعة، نغلق المفتاح لبرهمنا الزمن. اوكي، يعني شنو؟ راح اسد المفتاح لبرهمنا الزمن. ايش راح نلاحظ؟ نلاحظ انحراف الابره المغناطيسيه. انحرفت شوي الابره المغناطيسيه، ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب انحرفت الابره؟ ومن ثم استقرارها بوضع عمودي على طول السلك، ثم عوده الابره الى وضع ثابت بعد انقطاع التيار. اوكي، يعني راح نفترض لا، من راح نغلق المفتاح، اوكي، راح ينساب تيار كهربائي في هذا الموصل، اوكي، زين، ايش راح يولد حوله؟ مجال مغناطيسي، لذلك راح تتاثر هذه الابره المغناطيسيه، راح تنحرف عن شنو؟ عن مكانها، اوكي؟ زين، هذا اللي غلقنا، افتح المفتاح، راح ينقطع عندي تيار كهربائي، راح ترجع الابره الى وضعها السابق، هذا اللي شلون نقول احنا سويناه على شكل نقاط خطوات. هاي الخطوة الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الخطوة الرابعة، ماشي؟ زين، يقول بالخطوة هاي رقم خمسة، شوفوا خطوة رقم خمسة، إذا نعكس اتجاه التيار الكهربائي المصاب في سكر، يعني شلون نعكس اتجاه التيار؟ يعني أعكس القطبية مع البطارية، أوكي؟ ومن ثم اغلق المفتاح، ايش راح نلاحظ؟ يعني البطاريه انا مثل ما وصلت هنا قطب موجب وقطب سالب، راح احول هاي الوايرات بالعكس، اوكي، راح اعكس شنو؟ القطبيه، ايش راح نلاحظ بالله؟ سنلاحظ انحراف
أيضا انحراف الأبرة المغناطيسية ثم استقرارها بوضع عمودي على طول الساق، ولكن شنو باتجاه معاكس المن للحالة الأولى. يعني على سبيل المثال إذا كانت الأبرة بهذا الاتجاه مثلا القطب الشمالي مالتها مثل هذا القطب هي هذا الأبرة المغناطيسية، إذا مثلا القطب الشمالي هذا هنا والجنوبي هنا، ما راح أعكس القطبية راح أصير بالعكس، يعني الشمالي راح يصير هنا والجنوبي راح يصير هنا، وذلك بعكس شنو قطبية البطارية راح نعكس شنو اتجاه التيار. واضح يعني؟ زين. أيضا شنو انحراف الأبرة المغناطيسية ولكن شنو باتجاه معاكس للحالة الأولى. زين هسه يقول لي ان انحراف الابره المغناطيسيه بالبوصله يدل على تاثيرها بعزم قوه مغناطيسيه. شو صار عندي هنا عزم؟ شنو هذا العزم؟ هذا مصطلح، هذا العزم يعني دوران، عزم دوران. يعني شنو هنا يقول لي؟ يقول الابره المغناطيسيه راح تاثر بعزم قوه دوران، هي هذه الابره، هذه الابره مو راح تدور بهذا هذا الاتجاه، هذا الابره هيك يكون شكل الدوران مالتها، تتاثر بعزم شنو؟ قوه. قوه شنو؟ قوه دوران. شنو سببها؟ سببها المجال المغناطيسي. سببها شنو؟ المجال المغناطيسي. اوكي يعني زين. كما أن عودتها إلى وضعها السابق عند انقطاع تيار كهربائي يدل على أن التيار الكهربائي ولد المجال المغناطيسي. إذن 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 الخلاصة، الخلاصة هذا شوفوا باللون الأحمر، انسياب تيار كهربائي في سلك موصل شيء ولد حوله مجال مغناطيسي، هذا هو اللي اكتشفه أورستن. مرور تيار كهربائي في سلك موصل شيء ولد حوله مجال مغناطيسي، وهذا ما استنتجه منه أورستن. اوكي هذا موصل، هذا موصل. اوكي مرور تيار كهربائي في هذا الموصل ايش راح يولد حوله؟ مجال مغناطيسي. هذا هو اللي اكتشفه العالم أورستيد. اوكي عيني زين. هسه عندي فكر هنا، ما الغرض من استعمال السلك الغليظ في هذه التجربة؟ صدق ليش هنا جاب سلك غليظ بهاي التجربة؟ وما السبب من غلق الدائرة اللي برها من الزمن؟ ليش؟ هاي السؤالين فكر، بالله فكروا شنو السبب؟ انتو شو تقولون يعني؟ هسه اذا ردنا نجاوب السؤال الاول اللي هو ما الغرض من استعمال السلك الغليظ في هذه التجربة؟ شنو برأيكم؟ انا حتى شنو احصل؟ احصل على تيار عالي. اوكي للحصول على تيار عالي ينساب هذا السلك، اوكي راح احصل على مجال مغناطيسي كبير. اوكي فانا استعمل السلك الغليظ حتى احصل على تيار عالي، واذا صار عندي تيار عالي راح يولد عندي مجال مغناطيسي كبير، فهو هذا اللي اريده. اوكي وما السبب من غلق الدائره لبرها في تجربه أورستيد؟ اوكي حتى ينساب تيار كهربائي كافي لانحراف الابره المغناطيسيه. انا كتبت لكم يا طلاب هاي السؤالين، ما الغرض من استعمال السلك الغليظ في تجربة أورستيد؟ جواب: وذلك للحصول على تيار عالي ينساب في السلك، وذلك للحصول على تيار عالي ينساب في السلك. أوكي ونتيجة التيار العالي أوكي سنحصل على مجال مغناطيسي كبير يؤدي إلى انحراف الأبرة المغناطيسية في البوصلة. واضح علي؟ زين السؤال الآخر: ما السبب من غلق الدائرة لبرها في تجربة أورستيد حتى ينساب تيار كهربائي كافي لانحراف الأبرة المغناطيسية؟ هذا هو جواب الفكر. زين ننتقل إلى المجال المغناطيسي، المجال المغناطيسي المحيط بالسلك مستقيم موصل ينساب فيه تيار كهربائي مستمر. يعني هسه عندي مجال مغناطيسي المحيط بالسلك مستقيم، المجال المغناطيسي والمحيط اوكي حول السلك المستقيم شي ينساب هذا فيه تيار كهربائي. اوكي بعد نشتغل كله على أورستيد. زين اذا كان انسياب تيار كهربائي مستمر في سلك موصل يولد حوله مجال مغناطيسي، ما هو شكل هذا المجال؟ هذا السؤال.
وكيف نحدد اتجاهه؟ سؤال آخر، وما هي العوامل التي يعتمد عليها؟ ها أوكي زين، احنا قلنا هذا سلك موصل أوكي، يمر بي تيار كهربائي راح يولد حول مجال مغناطيسي أوكي. ما هو شكل هذا المجال أوكي؟ زين شلون نحدد اتجاهه؟ وين اتجاهه؟ وشي العوامل اللي يعتمد عليها؟ راح ناخذ نشاط رقم 2 ونشرحها من خلال هذا النشاط، راح نجاوب على هذه الأسئلة. نشاط 2 تخطيط المجال المغناطيسي، التيار مستمر يساق في سلك مستقيم. بعدين ترى راح ناخذ ملف هسه، أول شيء سلك مستقيم. قلنا أدوات للنشاط، أدوات النشاط اللي هي ورق مقوى، ورقة مقوى زين، عدة بوصلات مغناطيسية كهربائية. هاي البوصلات شوفت لكم اياها، هاني بوصلة يعني كلكم شايفين هالبوصلة تو اوكي، نحدد من خلالها اتجاه اوكي، اتجاه مجال مغناطيسي او اكتشاف خطوط المجال المغناطيسي. سلك غليظ اوكي، مفتاح كهربائي، بطارية كهربائية فولتياتها مناسبة، برادة حديد، حتى برادة حديد اللي شفتوها. فقلت شوف كل المصطلحات احنا اخذناها من الفصل الاول والثاني اوكي، كل المصطلحات، البطارية شوفت لكم اياها، برادة الحديد شوفت، المفتاح الكهربائي، الاسلاك، كل هذه عندكم معلومات عنها سابقا اوكي. فلذلك هذا الفصل ما راح يكون متعب علينا، عندنا معلومات بي اوكي. زين الخطوات، الخطوات ايش راح نقول؟ شوفوا هذا الرسم اللي على اليسار اهدانا عندكم، هذه قطعه من الورق المقوى اوكي. زين هاي القطعه من الورق المقوى شو هنا؟ هاي بالنص هنا شلون نقول احنا زار فيها حتى شنو ابرر بيها السلك؟ تشوفون هذا، هذا هو السلك اوكي. زين راح اربط هذا السلك بطرفين اوكي، من فوق ومن جوا، راح اوصلهم الى وين؟ بطارية، واحد مع القطب الموجب والاخر مع القطب السالب، وش راح اخلي وياهم؟ مفتاح كهرباء حتى اغلق وافتح الدائره الكهرباء. بعد ايش استعمل؟ تشوفون هذه براده الحديد، هذه براده الحديد. شنو شلون انا اكتشف خطوط المجال المغناطيسي؟ لا اما باستعمال براده حديد اوكي، اللي اخذناه بالفصل الثاني وشرحت لكم اياها، تجربه عملي شفتوا خطوط المجال المغناطيسي، او باستعمال البوصلات، او باستعمال البوصلات. هاي من اريد اكتشف خطوط مجال مغناطيسي. الخطوات، اولا نمرر السلك من خلال ورق المقوى ونربط الدائره الكهربائيه. هاي مررنا السلك من خلال الورق المقوى ونربط الدائره الكهربائيه، كلها دائره كهربائيه متواليه الربط هذه. زين الخطوه الثانيه، ننثر براده الحديد حول السلك. تشوفون هذه، راح انثر براده الحديد اوكي حول هذا السلك. اذا هذا شنو؟ هذا عندي طلاب، هذا هذا هو السلك. زين ننثر براد الحديد حول السلك، وراح نغلق الدائرة الكهربائية. هاي الدائرة الكهربائية من خلال شنو؟ يعني المفتاح، أغلق الدائرة الكهربائية حتى شنو؟ حتى ينساب تيار كهربائي من القطب الموجب إلى القطب السالب، حتى شنو؟ ينساب تيار كهربائي الخارج من البطارية من القطب الموجب إلى القطب السالب. ها من راح نغلق الدائرة وراح ينساب تيار كهربائي، راح أقول أستاذ راح يتولد إحدى عندي مجال مغناطيسي، وشو راح أكتشفه؟ من خلال هاي براد الحديد راح تطلع لي خطوط للمجال المغناطيسي اوكي. وننطر على الورقه نقرات خفيفه، هذه الورقه انطر عليها شي نقرات خفيفه، ايش راح نلاحظ؟ انا اقول لك ايش راح نلاحظ، راح تتكون عندي شوف هذا الرسم الجوي خطوط للمجال المغناطيسي. من جاي هذا المجال المغناطيسي؟ من مرور تيار كهربائي. لا المفتاح هذا غلقنا، ارفع هذا المفتاح اوكي، راح ينقطع التيار الكهربائي، ما راح يولد عندي مجال مغناطيسي. اذا اكو تيار كهربائي اكو مجال مغناطيسي، ماكو تيار كهربائي ماكو مجال مغناطيسي. زين بالخطوه الاخرى راح يقول انه كرر الخطوات بوضع مجموعه البوصلات فرق فوق الورق المقوى اوكي، بدل براده الحديد. ها وانا قلت لكم من اكتشف خطوط المجال، لاما براده الحديد لا اما عن طريق البوصلات. فهذا هسه جربنا براده الحديد، هسه راح اجي استخدم شنو؟ راح استخدم البوصلات فوق ورق المقوى بدل براده الحديد. زين ايش راح نشوف هنا؟ اللي هو هذا الرسم الجوي، هذا رسم شكل 5، رسم شكل 5.
نغلق الدائرة فترة زمنية قصيرة لإنساب تيار كهرباء خلال السلك. لاحظ اتجاه القطب الشمالي للأبرة المغناطيسي. شوفوا طلاب هذا بنفس التجربة أيضا ورق مقوى بطارية مفتاح بس راح أخلي هنا شوفوا هاي البوصلات جبت هاي شنو البوصلة من خلالها اكتشف انه الخطوط المجال المغناطيسية شلون صار ايش اسمه شكلها هنا يعني شلون قلت راح تشكل مثل الدائرة مركزها اللي هو السلك شوفوا دائرة اللي هو ياهو مركزها اللي هو السلك شوفوا الاتجاه هذا الاتجاه الأبرة من هنا يكون بهذا الاتجاه هذا الاتجاه هنا يكون البوصلة الثانية اتجاهها فهذه راح تكون مثل شنو مثل الدوائر هنا متحدة المركز اللي مركزها هو اللي هذا السلك زين إذا قال لي أعكس قطبية البطارية إذا أعكس قطبية البطارية يعني أعكس اتجاه التيار الكهربائي في السلك إيش راح ألاحظ إيش راح ألاحظ مثل اللي سابق قلت لك إذا أعكس القطبية إيش راح يصير عندي هنا ها عندي راح عندي راح يتغير الاتجاه البوصلة يعني شوف هذا الاتجاه شلون نقول هنا هذا بعكس دوران عقارب الساعة أوكي هذا يكون مع دوران عقارب الساعة فهنا راح يصير بهذا الاتجاه يعني هذا الاتجاه راح يكون منعكس القطبية وهذا البوصلة الثانية يكون هذا هو الاتجاه فقط أعكس يعني القطبية يعني هذا شلون نقول هذا الواير تجيب اللي بالموجب يروح للسالب واللي بالسالب راح يصير هنا بالموجب راح تتغير شنو مسار الخطوط المجال المغناطيسي شلون نستنتج من هذا النشاط الاستنتاج نستنتج من هذا النشاط ان برادة الحديد تترتب بشكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك ومستوى عمودي عليه وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي اللي هذا شفناه شوفوا هذا هنا شنو هنا شفنا هنا بشكل دوائر متحدة المركز شنو المركز مالته قلت لكم هذا السلك الموصل واضح؟ زين وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول السلك والناشئ عن انسياب التيار الكهربائي شيء اكيد ناشئ عن انسياب التيار الكهربائي زين اما اتجاه الاقطاب الشماليه لابره البوصلات اوكي فيمثل اتجاه المجال المغناطيسي اوكي يعني هذه البوصله شنو بيها بيها انه بيها ابره بيها القطب الشمالي والقطب الجنوبي اتجاه الاقطاب الشماليه هو يمثل اتجاه المجال المغناطيسي اوكي زين وشلون اريد احدد اتجاه اريد احدد اتجاه المجال المغناطيسي اوكي انا راح اقول لك شلون راح نحدد اتجاه المجال المغناطيسي شوفوا باستخدام قاعده الكف اليمنى لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي حول السلك مستقيم يساف فيه تيار كهربائي تطبق قاعدة الكف اليمنى يعني شلون يقول لك احنا هاي التجربة عندنا هذا السلك هذا الورق المقوى اوكي اتجاه التيار يمر بهذا السلك ايش راح يولد حول السلك مجال مغناطيسي يعني عيني جيب ايدك اليمنى يقول جيب ايدك اليمنى اوكي خليها وإزم هذا السلك إزم هذا السلك بهذا الاتجاه أوكي فالإبهام راح يشير إلى اتجاه التيار الكهربائي ولفة الأصابع أوكي إيش راح يشير لي إلى اتجاه المجال المغناطيسي واضح يعني فهذا يكون تحديد اتجاه المجال المغناطيسي باستخدام قاعدة الكف اليمنى كف اليمنى شو نقول إيدي اليمنى أجيبها اوكي وازم هذا السلك فاتجاه الابهام يشير الى اتجاه التيار شوفوا ولفت الاصابع الى اتجاه المجال المغناطيسي ماشي اذا ايش راح نقول هنا اذا اريد نحدد اتجاه المجال نطبق قاعده الكف اليمنى امسك السلك بالكف اليمنى بحيث يشير الابهام الى اتجاه التيار الكهربائي ولفت الاصابع الى اتجاه المجال المغناطيسي هذا هو الجواب ماشي يعني زين ما هي العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي؟ عندي عوامل اوكي ايضا هذا توضيح اخر يقول لك هذا السلك اوكي الزم هذا
السلك بهذا الاتجاه، شوفوا اتجاه التيار الكهربائي الابهام، ولفه الاصابع، هذه لفه الاصابع اللي هو اتجاه المجال المغناطيسي. زين، عندي عوامل يعتمد عليها المجال المغناطيسي الناشئ حول السلك المستقيم بين صافي تيار كهربائي. ثلاث عوامل. اولا، يزداد مقدار المجال المغناطيسي بزيادة مقدار التيار. يزداد مقدار المجال المغناطيسي، يعني شنو يزداد مقدار المجال؟ يعني عدد خطوط المجال تزداد. اوكي، المارة عمودين على وحدة المساحة، ضمن مساحة معينة بزيادة، يعني كل ما زيد التيار اوكي شو راح يزداد عندي؟ المجال المغناطيسي. هاي نقطة رقم واحد. اثنين، يزداد مقدار المجال المغناطيسي باقتراب من السلك، كل ما اقترب من السلك شو راح يزداد عندي؟ المجال المغناطيسي. ويقل كل ما شنو؟ ابتعد ميل من السلك، كل ما نقترب من السلك راح يزداد عندي مجال مغناطيسي، كل ما ابتعد اوكي شو راح يصير عندي؟ يقل مقدار المجال المغناطيسي. هاي رقم اثنين. ثلاثة، اتجاه المجال المغناطيسي يعتمد على اتجاه التيار الكهربائي المستمر المساف في السلك. يعني شنو؟ يعني اتجاه التيار الكهربائي من يمر قدي بسلك اوكي شو يعتمد هنا المجال؟ يعتمد على اتجاه التيار الكهربائي. واضح؟ زين، هذا هنا اللي هي عندي ثلاث أسئلة اللي هو تذكروها، ارجع لي بصفحة 114 اللي بتطيني ثلاث أسئلة، هي اللي هي بتطيني ثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول لي ما هو شكل المجال المغناطيسي؟ ما هو شكل المجال المغناطيسي؟ وكيف نحدد اتجاهه؟ وما هي العوامل التي يعتمد عليها؟ علي كتبوا لنا هذا السؤال، ما هو شكل المجال المغناطيسي وشلون نحدد اتجاهه وين شنو العوامل اللي يعتمد عليها؟ شرحنا هسه لو لا؟ هسه راح أشر لكم اياها. راح نبدي من البداية، راح نبدي من البداية وياي هنا العيني. هاي، ما هو شكل المجال وشلون نحدد اتجاهه وهي العوامل اللي يعتمد عليها. اوكي، شكل المجال راح تقول لي هنا أنا. شكل المجال، شوفوا هذا هو شكل المجال هنا أنا. شوفوا الشكل، تقول لي دوائر متحدة المركز، مركزها السلك اوكي وبمستوى عمودي عليه اوكي، وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول السلك والناشئ عن انسياب التيار الكهربائي في السلك. واضح عيني؟ هذا هو شنو الجواب الاول. يقول لي ما هو شكل المجال المغناطيسي، اقول له دوائر، جواب دوائر متحدة المركز، مركزها السلك ومستوى عمودي عليه، وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول السلك والناشئ عن انسياب التيار الكهربائي. ماشي عيني؟ زين، اما السؤال الثاني شلون نحدد اتجاهه؟ نحدد، هذا خلصنا من هذا السؤال. شوفوا اشروا وياي عين، اشروا وياي. شلون نحدد اتجاهه؟ نطبق قاعدة الكف اليمنى. نقول له نطبق قاعدة الكف اليمنى، اوكي؟ بحيث يشير الابهام الى اتجاه التيار الكهربائي، اوكي؟ اما لفة الاصابع اتجاه المجال المغناطيسي. خلاص، هذا هو اتجاه. يقول لي طبق قاعدة الكف اليمنى يشير الابهام الى اتجاه التيار الكهربائي، ولفة الاصابع الى اتجاه المجال المغناطيسي. هذا خلص السؤال، الجواب السؤال الثاني. اما راح يقول لي ما هي العوامل اللي يعتمد عليها؟ اللي هي هاي ثلاث نقاط. شوفوا هاي ثلاث نقاط، هاي النقطة رقم واحد، نقطة رقم اثنين، نقطة رقم ثلاثة، العوامل اللي يعتمد عليها مقدار المجال المغناطيسي. واضح عيني؟ زين، حتى هسه ناخذ نشرح هنا على هذه اخر شيء. زين، هسه شوفوا هنا، اذا انساب تيار كهربائي مستمر في سلك عمودي على صفحه افقيه، يعني هذا عندي شنو؟ عندي هذا السلك موضوع على عموديا على صفحه افقيه، اوكي؟
حساب تيار كهربائي مستمر بهذا السلك، اوكي؟ راح شنو يكون الاتجاه المجال البلاطسي؟ يكون بشكل دوائر متحدة المركز، المركز يا هو مالتها اللي هو هذا السلك نفس اللي شرحناه سابقا، يعني كرر لي الكلام هنا، اوكي؟ زين، والاتجاه راح يتوقف على اتجاه حساب تيار الكهربائي، زين هذا هنا ما عندي شيء بيها، الأهم هنا راح تجيني، الأهم راح تجيني هنا. شغلتين عندي شغلتين. إذا انساب التيار في السلك نحو الناظر يعني خارج الورقة، فاتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار شو راح يكون؟ شوف لهذا الرسم أي هنا، شوف هنا إذا كان عندي اتجاه التيار خارج الورقة، يعني اتجاه التيار يكون هنا عندي شنو؟ خارج الورقة. ايش راح نمثل هنا؟ راح نمثل هنا بنقطة، نشوفوه ايش راح نمثل هنا بنقطة. النقطة هذه شو تمثل؟ اتجاه التيار خارج الورقة. اتجاه التيار شنو؟ خارج الورقة. واتجاه المجال المغناطيسي يكون شنو؟ عكس دوران عقارب الساعة. شوف هذا السهم، هذا شنو اتجاه؟ هذا اتجاه مجال مغناطيسي. شنو؟ عكس دوران عقارب الساعة. وهذا النقطة شو تمثل؟ هذا النقطة اتجاه التيار الكهربائي. اوكي؟ هذا وين؟ هاي خارج الورقة. زين. أما إذا داخل الورقة، إذا انساب التيار في السلك وابتعد عن الناظر. اوكي؟ يعني شنو اتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار شو راح يكون؟ شوفوا لي رسم رقم بي، هذا شوفوا بي. اوكي، شوف هنا اتجاه التيار داخل الورقه، هنا قلنا شنو؟ هنا خارج الورقه، هنا شنو؟ داخل الورقه. اتجاه شنو التيار شو راح نمثله؟ راح نمثله بهذه اكس او في. هذا شنو؟ هذا اتجاه التيار الكهربائي، واضح؟ وين؟ داخل الورقة. واتجاه المجال المغناطيسي ايش راح يكون؟ راح يكون مع دوران، شوفوا الرسم، مع دوران عقارب الساعة. هذا شيء مثل لي اتجاه المجال المغناطيسي. يعني رجاء فرقوا لي بين، اذا اقول لك خارج الورقة اتجاه التيار شنو مثله بنقطة، اوكي؟ يعني شلون نسوي مقاربة؟ اذا اتجاه التيار خارج الورقة المثلة بنقطة، اذا اتجاه التيار داخل الورقة المثلة بأكس. اتجاه المجال المغناطيسي خارج الورقة عكس دوران عقارب الساعة. اتجاه المجال المغناطيسي خارج الورقة شو راح يكون؟ مع دوران عقارب الساعة. هاي بس هاي كل النقطتين بين هذه الفرق وبين خارج الورقة وداخل الورقة. خلص طلاب، اوكي؟ زين، يقول لك سؤال، ما هو اتجاه التيار الكهربائي اذا انساب التيار في السلك؟ اولا نحو الناظر خارج الورقه، اثنين مبتعد عن الناظر داخل الورقه، اوكي؟ نفس هذا الحكي الموجود هنا، هو هذا راح يكون الجواب مالته، اوكي؟ يعني هذا هنا شنو؟ خارج الورقه هذا الجواب، داخل الورقه هذا اللي هو بي، اوكي؟ طلابنا الى هنا انتهت المحاضره الاولى من الفصل السادس، تظهر المحاضره رقم 2.